انا مشى شندي باني وانا الدراري عاود قال لي بقى هنا تلت ايام قال لي باقي هنا يوميان هايا ما لقاوش هنا ما كاين لا حوانت لا والو من بعد فهمتي وجينا هنا باش ندير باني وشويه ان شاء الله عاصره هنايا وكلاب صح لما نهاد الحلايب واش الدراري هنايا وقفات مساعده اللي كيعاون هنايا كوبري هذايا على الله يشدو كنتمنى الصراحه اسفنا بزاف وما بقينا لا نوم لا والو وما كنا في خاطرنا ما والو عارف اسفنا بزاف هذا الحال راه خاطر انا بلاصتي بلاصتي هاد الاغرام من جيتي من دورت فراود تفراود اه تفراود واش انت جيتي باش تطوعت هبط مورا ريان ولا جيتي غير باش تكون حاضر هنا ما كرهتش نهود والله ما كرهت حارم والله وطلبوني تنهود تاسفنا بزاف والله ما كنا كنجينا لا نوم لا والو انا نهار ايصال يعني للمجريات ديال الامور يعني الاليه ترى هي رجعت تخدم بعد الايقاف ديالها بواحد الساعه حنا قلنا لهم ان الساعه راه زايده في ريان ريان راه باقي تتواجد لتحت فحنايا ما غاديش نتحركوا من هنايا باذن الله حتى يتم الانقاذ ديال هذا الطفل ريان حنا جينا من مدينه سيدي حيا الغرب تقريبا واحد 400 ولا 350 كيلومتر الهدف كان هدف انساني محض حاولنا اننا يعني نقدموا شي حاجه يعني للساكنه ونقدموا شي حاجه للعائله ديال ريان فكنتمناو ان الصوت ديالنا والصوت ديال العائله ديال ريان انه يوصل لكاع المغاربه والحمد لله راه وصل لكاع المغاربه واصبحت القضيه ديال ريان قضيه يعني تتشكل قضيه راي عام السلام عليكم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اليوم جيت نتفاعل مع خويا ريان هي هو خويا اش نقول لك تعلمنا من جهته بزاف والله العظيم اخوتي المغاربه وتصور اخوتي حنا كنا سالو مع 12 اخوتي المغاربه اقسم بالله مع 12 كنا سالو هما دابا داروا لنا الروطار دابا هاي شي حاجه من الساعه دابا راه 60 ساعه اللي جات على خويا ريان دابا واش ريان ما كياكل ما كيشرب ما والو اخوتي المغاربه راه الله اللي حاسب هذا الشيء هذا حنا جينا من مدينه سيدي حيا الغرب خاسر 250 كيلومتر اخوتي المغاربه جيتي هنا على قبل طيف الرايان دابا انت تقدر تدخل الا قالوا تدخل دخل ما تديرش حاجه اكثر من المجهود ديالي ان شاء الله وغادي ناخذ وغادي نفرح والدي باش ما الله وغادي نفرح والدي